أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع، نشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة الاجتماعيات للمستوى الرابع، نموذج على شكل PDF على القوم في الوصف. إذا عنده مكون التاريخ اللي عليه 10 نقاط والسؤال الأول، يعني عندنا نص نقرأ ومن بعد نجاوبوا على الأسئلة. سألت ريم جدها متى ولد أبي؟ أجابها الجد: ولد أبوك يا بنيتي في 16 نوفمبر 1955 يوم عودة جلالة المغفور لمحمد الخامس من الملفى، وكنتما أزال شابا. إذا هنا بالنسبة من أين حصلت ريم على المعلومات حول أبيها؟ إذا حصلت عليها من جدها، إذا سألت جدها فأجاب، إذا حصلت على المعلومات إذا من جدها، إذا حصلت على المعلومات من جدها، حصلت على المعلومات من جدها، إذا حصلت على المعلومات من جدها، إذا حصلت ريم على المعلومات من جدها. إذا أشنو كتسمى إذا هاد الوثيقة أو ماذا نسمي ما حصلت عليه ريم؟ إذا نسميه هي يعني سمعت هضرة من جد ديالها واللي قال المعلومات على الوالد ديالها. اذا هاد الوثيقه او الشهاده كتسمى شهاده شفهيه، اذا شهاده شفهيه، شهاده شفهيه. اذا بالنسبه ثالثا تنقسم الشهاده او الوثيقه الى نوعين اذكرهما. اذا كاينه وثيقه اما شهاده اذا موثقه شهاده مكتوبه، او شهاده منقوله يعني بالهضره كتسمى شهاده شفهية. إذا نبدأ بالنسبة عندنا شهادة مكتوبة، شهادة مكتوبة، وكينا شهادة شفهية، والنوع الثاني كيتسمى شهادة شفهية. إذا نوعين ديال الوثيقة، شهادة مكتوبة وشهادة شفهية. إذا سالينا السؤال الثالث، ننتقلوا السؤال الرابع. اعطي تعريفا للخط الزمني. اذا الخط الزمني وسيله لتمثيل الزمن وترتيب الاحداث التاريخيه على خط افقي وفق مقياس معين. كتب لكم التعريف خاصكم تحفظوه. اذا هو ماذا؟ وسيله لتمثيل الاحداث، اذا لتمثيل الاحداث، اذا هذه الاحداث اللي وقعوا في الماضي لتمثيل الاحداث، اذا لتمثيل الزمن، يعني لتمثيل الزمن. اذا هنا بالنسبه للخط الزمني، اذا لتمثيل الزمن، لتمثيل الزمن وترتيب الاحداث، اذا وترتيب الاحداث، وترتيب الاحداث وفق ماذا؟ اذا خاص يكون عندنا مقياس. اذا هذه الاحداث يعني وقعت في الماضي، اذا احداث كيف هي؟ احداث تاريخيه وقعت في الماضي. اذا كلمه له هاد الخط الزمني هو كيفاش عمل، وعباره على خط افقي، على خط افقي، اذا كيمشي عقلوا عليها وفق يعني كنمشيو من هنا الاحداث من اليسار الى اليمين، اذا وفق واحد المقياس ضروري، مثلا كل واحد سنتيمتر يمثل شحال من سنه، وفق مقياس معين، وفق مقياس معين. إذا هذا تعريف ماذا؟ تعريف الخط الزمني. إذا وسيلة لتمثيل الزمن وترتيب الأحداث التاريخية على خط أفقي وفق مقياس معين. إذا سلينا مكون التاريخ، انتقلوا الجغرافيا. إذا بالنسبة للجغرافيا عطينا أنجز ما يلي: ارسم تمثيلا لمكونات قسمك ولون هذه المكونات بألوان مختلفة، اشرح هذه الألوان في المفتاح، ضع عنوانا مناسبا لهذا الرسم. إذا بالنسبة بدنا نطلب منا تمثيل مكونات القسم، إذا مثلناه بهذا الشكل. إذا دابا غنحاولو أشنو غنكتبو كل رمز شنو الدلالة ديالو في المفتاح. إذا هاد اللون الأخضر وهاد المستطيل يمثل ماذا؟ يمثل الطاولة، يمثل الطاولة. بالنسبة للطاولة ديال التلميذ، بالنسبة لهاد المستطيل بهاد اللون يمثل ماذا؟ يمثل الباب، إذا نكتبو الباب. إذا بالنسبة لهاد المكتب يمثل ماذا؟ يمثل مكتب الأستاذ، إذا هنا نكتبو مكتب الأستاذ.
إذن هنا في المفتاح مكتب الأستاذ. إذن هنا بالنسبة للون الأسود يمثل السبورة، إذن نكتب هنايا السبورة، إذن هنا السبورة، إذن بالنسبة للون الأسود يمثل السبورة، إذن نكتب هنا السبورة. بالنسبة للون الأصفر يمثل ماذا؟ يمثل كرسي التلميذ، كرسي ماذا؟ التلميذ. إذن بالنسبة للدلالة يعني إيش نختاريتو خاصكم تمثلوه إذن في المفتاح كرسي التلميذ. بقى لنا اللون الأزرق، إذن هذا اللون الأزرق يمثل كرسي الأستاذ، إذن نكتب هنا كرسي الأستاذ، إذن كرسي الأستاذ. إذن كلنا بعد المكونات ديال بالنسبة للقسم، إذن هذا كرسي الأستاذ. إذن سالينا دابا بالنسبة نكتبو العنوان، إذن العنوان ماذا يمثل؟ يمثل رسم توضيحي، هذا كيتسمى رسم توضيحي، رسم توضيحي أشنو عندنا لمكونات القسم، رسم توضيحي لمكونات القسم ولا للقسم، إذن لمكونات القسم. إذن سالينا كتبنا العنوان، ضروري تكتبوه رسم توضيحي لمكونات قسم. إذن هنا كتبنا الألوان ومثلنا كل لون أشنو كيتسمى، ومثلنا بالنسبة ماذا؟ مثلنا بالنسبة للعنوان كتبنا الألوان المفتاح، إذن كتبنا بالنسبة للمفتاح كل حاجة والدلالة ديالها. إذن بقى لينا نعطيو تعريف، إذن هنا بالنسبة للتعريف ماذا؟ تعريف ديالاش ديال المفتاح. إذن هنا العنوان رسم توضيحي لمكونات القسم، بقى لينا نكتبو تعريف للمفتاح. إذن شنو كيعني المفتاح؟ إذن المفتاح يوضح، إذن كما عملنا هنا في المفتاح يوضح دلالات الرموز، إذن هنا يوضح دلالات الرموز المستعملة في الرسم، دلالات الرموز المستعملة في ماذا؟ في الرسم، إذن دلالات الرموز المستعملة إذن في القسم، المستعملة في الرسم. إذن هذا هو التعريف، إذن يوضح ماذا؟ يوضح الدلالات المستعملة في الرسم. إذن هذا تعريف ديالاش ديال المفتاح، يوضح دلالات الرموز المستعملة في الرسم. إذن كان هذا هو النموذج مع التصحيح، نتمنى نكون فيكم. شكرا وإلى اللقاء.